جوري حبيبتي تقول لاحظت ان شعور الخوف قبل سنة كان ببطني، الان بالورك والافخاذ، يعني لما اخاف. في الغالب الوضع اسوأ من العام، في الغالب هذه السنة اسوأ من العام، وفي الغالب انه الموضوع بعد شوي دخل فيه طاقة الانوثة. قد تكوني تعرضتي لرفض من الرجال، قد تكوني تعرضتي لخوف من الرجال، معتقد تفعل من المعتقدات المرتبطة بالذكورة او الانوثة. فالوضع للأسف أسوأ، الوضع أسوأ. أقترح عليك أنك تطفي. صديقتي ندى حبيبتي تقول مرات نمر بمواقف سلبية لحظتها أعرف أنها راح تؤثر كثير في المستقبل، ما هو الحل؟ حبيبتي أنت إذا أنت الآن في لحظة تمرين بموقف سلبي وتعرفين أنه بسبب حجم الموقف وبسبب عمق الموقف تعرفين أنه هو راح يؤثر بشكل كبير على المستقبل، فالمهم انك انت تبقين بشعور ايجابي طوال هذا الموقف السلبي، هذا هو المهم في لحظتها، وان يكون تفاعلك مع الموقف تفاعل ايجابي، لا تهربين، لا تخافين، لا تشعرين بالعار، قابلي هذا الموقف بشجاعة فأعلى. ومرورك لهذا الموقف السلبي لا يدل على انه المستقبل سلبي، يدل على انه المستقبل يتغير. وسبق اني قلت لكم إذا أرادت السيارة أنها تخرج عن المسار في الطريق السريع ستخرج بشكل مفاجئ وكارثي، قد يبدو أنه كارثي، ذلك إذا إحنا ماشيين في خطنا وبعدين صار في احتمال أو تجلى احتمال في مسارك أفضل، من المحتمل أنه طريقة انتقالك من مسار إلى مسار تكون كارثية أو تكون غير متوقعة أو تكون بطريقة تبدو سلبية كثير. فما في شيء مقلق أنه يحدث موقف سلبي، لكن المهم أنك أثناء مرورك أو حدوث هذا الموقف السلبي أنك تعيشه بطريقة إيجابية، وهذا هو أكثر شيء يضمن لك أنه المستقبل يكون جيد، أنه تبعات هذا الموقف تكون كثير جيدة. أي يا جماعة معرض الرياض يوم الجمعة بليز خلوني أشوفكم كلكم، نبغى نسلم ونصور ونوقع. املي حبيبتي تقول بعد التنظيف من الصدمات لاحظت الان اني عندي معتقد ان بيني وبين الله حاجز قوي تكون خلال الصدمات، كيف انظف هذا المعتقد؟ بدأت اشك في المعتقد بحيث اسأل اسئلة مثل اذا كان في حاجز كيف ربي يسر لي الامر اللي طلبته يسر لي اياه. جميل، عجبني الشك عشان اخفف من حدة المعتقد، عجبني الشك، بس خلني أبغى أقول لك أنا بنظرتي أنه عدم قدرتك على الاتصال أو عدم قدرتك على استشعار الله أو الطاقة العليا أو الروح أيا كان الدين اللي أنت تؤمن فيه هو عبارة عن مخلفات مشاعرية. لذلك أنا أشوف أنه إحنا زي ما قلت لكم مثل الحديقة، ما راح تستطيع أنك تشوف الأزهار والورود والثمار والشجر الجيد إلا لما تنظف. لك وجود القاذورات والحشائش الضارة في الحديقة يعني أنك ما راح تستطيع أنك تتصل مع هذه الحديقة بشكل جيد، ما راح تشوف الشيء اللي المفروض أنك تشوفه بطريقة صحيحة من هذه الحديقة. ذلك أنا أشوف أنك أنت تنشغلين بالتنظيف، تنشغلين بالتنظيف لأنه التنظيف يعيد لك براءتك ويعيد لك فطرتك ويعيد لك صدقك اللي الحياة والناس والهويات القاسية سرقت منك هذا الشيء، سرقت منا براءتنا وفطرتنا وحقيقتنا وصدقنا، صرنا يعني مخلوطين بأشياء غير حقيقية وزيف وخداع. فهذا المهم اني انا انظف هذا الشيء حتى استطيع اني اتصل. ذلك الموضوع بهذه البساطة، انه انت تستطيع انك انت تشعر وتتصل لما تنظف.
خديجة حبيبتي تقول لما بدأت أسمع الموسيقى التحولية حلمت أني أفضح وأعتدي وأحاول خنق الشخص الذي اغتصبني بعد تطبيق أبانوس. الموسيقى التحولية هي موجات الثيتا ومعها قيادة في الداخل، يعني صوتي موجود على مستوى اللاوعي كقيادة لمسار الرحلة اللي أنت بتسمعها. ويفترض انه راح يعني يشافي لك وينظف لك المواقف اللي انت مريت، قصص الالم، الشعور السلبي، الافكار والمعتقدات السلبيه. ومن الجميل انه انت يعني بدات تنظفين من خلال الاحلام، يعني دخل الحلم مع الموسيقى التحوليه مع أبانوس، يعني اشاره كثير ممتازه انه انت وصلتي لهذه الشجاعه، إشارة كثير ممتازة أنت عبرتي عن الحالة اللي أنت تمرين فيها، وأنه يعني الغضب طلع فانتقلتي من مرحلة إلى مرحلة. يمكن تكونين في العار قبلها أو في الخوف. هل الطلاق أو الانفصال يعتبر تنظيف؟ مو دايما. مرات يكون تنظيف لما يكون الشخص سبب لك الكثير من الأذى، سبب لك الكثير من المشاكل، يعتبر أحد شخوص قصة الألم، يعتبر صانع رئيسي لقصة الألم، أو يعتبر هو اللي قاعد يعني يصب الموية على قصة الألم ويكبرها، أو هو اللي حط النبتة أصلا. فهذا نعم يعتبر تنظيف، يعتبر أنه أنت تحررت من شيء مادي فكري مشاعري طاقي روحي كثير مهم. ومرات لا، مرات يكون حالة هروب من دروس مهمة كان المفروض انك انت تقعد تفهمها وتخلصها. مرات يكون هروب من قصة كان المفروض انك انت تحلها، كان تملك الادوات انك انت تحلها. ومرات يكون الطلاق بحد ذاته هو الرسالة وهو الاختبار، يعني الحدث بذاته هو المقصود. ما هو الزواج، يكون الطلاق هو المقصود، يكون قصة الحدث كاملا في الطلاق أصلا، فهو مقصود بحد ذاته. وهذا ما يكون لا تنظيف ولا هروب، يكون هذا أصلا جزء من القصة اللي أنت جاي تسويها في الحياة. صديقتي تقول كيف أعرف أنه طفلي الداخلي تشافى؟ أنا أخذت الوعي الطفولي العام الماضي وطبقت، لكن هل ظهور النسخة الجديدة دليل على شافة الطفل الداخلي؟ لما تشافي طفلك الداخلي من المحتمل انه قصة الطفولة هي جزء كبير من الهوية، فبالتالي تتغير الهوية. لكن ايضا من الممكن انه الطفولة هي مو ماخذ حيز كبير من هويتك، فبالتالي اذا تشافيت الطفل الداخلي سوف تتحسن حياتك، سوف تشعر يمكن بالحب، غالبا بالحب، بالحنان، بالاهتمام بذاتك، لكن مو بالضرورة انها تتغير الهوية، يعني انك انت تكون شخص اخر تماما مو بالضرورة. صديقي ادوارد يقول لماذا اغلبية الاشخاص يرغبون بالالم؟ لانه الحياة تحتاج الى شعور عميق، نحن نحتاج الى شعور عميق، البشر يحتاجون الى شعور عميق عشان تحس في الحياة. مو انت شلون تعيش الحياة لما تحسها؟ طب شلون تعيش أكثر لما تحسها أكثر، لما تعمق الإحساس أكثر؟ فبالتالي إيش الطريقة إنه إحنا نعمق الإحساس أكثر؟ أسهل طريقة إن نعيش قصة ألم، لأنه صعب إن إحنا نحس بالعمق في الشعور الإيجابي، لأنه ملخبطين يعني كذا البايبات اللي جوا كلها يعني وسخة وخربانة ومضروبة ومطلوقة ومفلتة. فأسهل طريقة حتى نعيش بس الكل يهرب من قصة الموت حتى نعيش. أشواق تقول بنتي عمرها 10 سنوات، البارح قالت لي أحس نفسي شفافة بدون أفكار وما عندي شعور، حتى الأكل ما طعم، قالت ماما ساعديني بليز. ردي حبيبتي، تحتاج عمق، إما شعوري أو طاقي.
قد تكون مستعده.